تعالى ما احكي لكم بقى ان انا حط زيت على شعري. الدواء اللي انتوا عملتوا لي له ريكومنديشن فرابتشينو كراميل، وعندهم احلى حاجه الليمون ليمون كيك. قررت ان انا مفيش اي حاجه تتعمل حرفيا، فانا هطلع اعمل مساج. بعد كده بقى ابتداء من الاسبوع الجاي زي ما كنا وتخلنا سوا هنخس سوا، هنطلق حملة انا تخنانة زيكم اللي اتكلمنا عنها قبل كده. يعني هيبقى جاري البحث عن اقوى او افضل، مش لا مش اقوى، افضل جيم في التجمع الخامس عشان انا ساكنة هناك، وهنشوف ايه اللي هيبقى ملائم بالنسبة لي. هاخد كلفة كده على الجيمات كلها، مش كلها كلها لان هيبقوا كتير يعني، ولكن الأغلبية أو اللي معروفين أكتر حاجة، وهنشوف إيه مميزات وإيه عيوب كل واحد منهم، وإيه اللي أنا حاسة أن هو مناسب لي. أنا عارفة أنه في نقاط معينة كده عايزة تبقى موجودة، فهنشوف مين اللي هيطبق عليه المواصفات دي، ويتمنوا لي الجود لك عشان نشوف إذا كنت أساساً هكمل ولا لا. لأن أنا شخص ما بحبش الجيم، لا كلمة ما بحبوش دي قليلة، بكره. اوكي بس هنشوف ان شاء الله خير. هاي بعد ما لقيت كل زيت خلصت المساج. طب في حاجه انا نسيت اقولها لكم اصلا، انا عمري ما اشتريت هدوم رياضه من هنا من مصر، فانا مش بجد مش عارفه اشتري هدوم رياضه منين. يا ريت حاجه تبقى ما تبقاش بعيده، يعني رحاب، يعني لو محلات يعني رحاب، مصر الجديده، تجمع، مدينه مصر اقصى حاجه هروحها، مش هروح حاجه ابعد من كده خالص. ده مبدئيا. ويا سلام يا سلام لو في حاجه اونلاين يبقى كتر خيركم، يعني يبقى بركه. ادوني ريكومنديشنز، ولا مش هدفع يعني مبلغ خزعبالي عشان اشتري هدوم رياضه، بصراحه هتتبهدل. يعني ممكن استثمر في الجزمه، انما غير كده لا، وهتكبروها في دماغي والله العظيم ناخد بعضي وانزل الوكاله، فاهمين ازاي؟ فادوني ريكومنديشنز، يلا بينا.